نجيب سويرس اصلا ده ما يصلحش يكون مصري ولا وطن. انا بطالب كل المصريين انهم يجيبوا كل رجال الاعمال دي. احنا مش هنيجي نقول مبارك وحبيب العدل وننسى لمصر ودمنا. كل رجال اعمال مبارك ومنهم نجيب سويرس لازم القبض عليهم وتقدمهم الى محاكمه عادله. نجيب سويرس من شارع المصريه للاتصالات، مسائل الاتصالات، عاوزين نعرف مين رئيس مجلس ادارتها وعاوزين اللي بيشتغلوا عنده مين هم. فنجيب سويرس باع الشعب المصري، وادام باع الشعب المصري انا ارفض المتاجره بالدين وارفض المتاجره باسم شعب مصر وارفض المتاجره بالوطن. كلنا مصريين ولازم حق المصريين يرجع زي ما مبارك اتقبض عليه. رجال اعمال مبارك لازم كلهم يتقبض عليهم. بطن. 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 بط